نجوم مزيكا فيما اهلا وسهلا مرحبا بكم. جديد عنوان ومحتاجك اليوم هادي اليوسفي من تقريبا من عام اسمه بدا يعلم عند التوانسة. ضربة حظ صدفة شنو قاعد يحصل هادي؟ اهلا وسهلا مرحبا بك. اهلا وسهلا. اقرب للميكرو. اقرب لكدي مو الكرسي. اي قرب الكرسي، قرب الكرسي. اهلا وسهلا. هيك لاباس؟ والله الحمد لله. الحظ معاك؟ عليه الحظ. اذا سالتم الله فاسالوه البخت. اي بتبيع. هي سالت ربي وربي عطاني. اي دونك حظ. حظ وخدمه. خدمه. اي باه. انت كنت تعمل في راب؟ اي قبل. قبل ولي تراي كي نحبوا نسبوا رابور ونقولوا له يلي تعمل في الراي. تو واحد مثلا يحب يسب رابوريت قال رابوريت تو رايمان، هذاك مش رابور. بالراي مش هو فن. الراي ما هو مصنف. انا مش قاعد نعمل فيه راي، قاعد نعمل فيه خلطه عجيبه وغريبه بين الراي والراب ومن مغادي. اما اكثر راي هذا يا معناتها اي، اما حاجه انها عجبت العبيد هذيك الحاجه اللي في البال. في شو اللي صار باش تقلبت؟ اللي صار باش تقلبت اللي انا كنت نعمل قبل في راب اللي هو الراب بيه، معناها فما برشا عباد ناجحين بالراب، اما ما كيف نقولوا نحنا متمشيش معايا. نواتكش صحيت، انا عندي صوت بيه و وديجا لعبت تعرف كل شيء اللي انا توتيني اللبس هذيك، فهمتي؟ هي معناتها انت رابور فاشل. ليه معلش رابور فاشل؟ انت رابور فاشل فاختار باش يبدل ال لا مش هكاك. انا مش ني رابور فاشل، انا كان نعمل لك مثلا فري ستايل ولا حاجه راب ولا هكا. معناها عندي خاطر على باز رابور، فهمتني؟ اما شنيا اما حبيت اني انا نخرج من السيركوي هذاك، ما حبيتش اني تربط النجم نهار مثلا تختارني نعمل غنية راب، ما حبيش نربط روحي بحاجة. انت معين. عندك تيكست في تليفونك رابة؟ شناي؟ انت تاو عندك تيكست في تليفونك رابة؟ عندي يا محل لايف. ايه محل حل لايف. اي مثل اشتاو في اخر الحوار نعطيك موزيكا وعملنا فريستايل راب. باهي باهي. تقبل التحدي ولا ما تقبل؟ نقبل بتبيع. باهي خلي نشوف. حتى انا قلت رابير فيشل يا نطلب منك الاعتذار من بعد يا نقول لك فك عليك من الراب. الله يبارك. باه ومحتاجك اليوم الغنية هذه من المفروض تجي بعد سكسي عملته قبل. لا يتمع في العالي. علاش تقعد هالوقت هذا الكل باش تخرج غنية؟ خاطر الظاهر قاعد نحضر في حاجة أخرى. اي ما من المفروض كل شهرين ثلاثة تك 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 باش العبيد ما ينساوكش. هاي صحيح، اما انا هادي منش صحيح مربوط بوقت اني ديما نهبط وكل شيء، اما زادة فما حاجات ما اولى اللي انا لازمني نحضر الغنيات اللي بعد محتاجك اليوم، خاطر ما تعرف سيف سيف فيه وش تعبيد العبيد تختم على ارواح مهرجانات منه ومغاد. خدمت انت ولا ليه؟ خدمت هاي. عملت مهرجان. مهرجان واحدة؟ عملت زوز، واحد برج العامري واحد في الكرم. وخدمت بريفي ولا ليه؟ لا خدمت برشا. باهي الحمد لله. تبدلت شوية نظرتك للموسيقى، معناتها نتصور مادام انه وصلت شفت الفلوس تدخل لك من الموسيقى تبدلت نظرتك. بالطبيعة هاي خدمة يا اخي الموسيقى، مش انها جوست كلمة موسيقى وكاو، لا خدمة. انت تاو خدمتك الوحيدة هي الموسيقى؟ بالطبيعة مادامني قاعد نفضي في وقتي كل استوديو قاعد نعمل في حاجات جدد. مانيش انا قلت لك مانيش مربوط بستيل واحد. اخر حاجه دخلت منها الفلوس شنو هي انت؟ شنو اخر حاجه دخلت منها فلوس في حياتك؟ الموسيقى. الموسيقى قبل ما خدمتش خدم مخرين؟ خدمت. شو خدمت؟ خدمت برشا، كنت في الميليتير. كنت ميليتير، خدمت برشا، خدمت برشا. انا هذيك كنت صغير تمرمت برشا وخدمت برشا، خدمت في المارشي، خدمت ميليتير، خدمت مع شكون في ريستورون، خدمت في قهوه، خدمت معناها تكردغت فهمتني باش فهمت الدنيا، معناها من حومة شعبية من حي الخضرة، معناتها حي الحي الخضرة من حم، معناها إنسان ماهوش أمي يعطيني دينار بابا يعطيني ألفين. ليه خدمت وعرفت معنى التعب وعرفت معنى كنكتة العرق اللي تهبط وعرفت معنى معناها برشا حاجات، برشا حاجات عديت بها. تحب الموسيقى تعوض روحك على؟ أنا نحب الموسيقى قبل الفلوس قبل كل شيء، نحب الموسيقى كأنها موسيقى، خاطر الموسيقى فن. موسيقى انا كي كلكم تقولوا هكا في سنه اولى حوارات هي بتبيع. كلكم تقولوا هكا من بعد تتقلب تجيني بالشرك وباليونيتات والكاسكيتات. انا واحد من الناس انا ضد اني انا نلبس شركه والا نلبس براسلي والا انا نصبغ شعري والا حكايه هذوما ضدهم جمله. علاش؟
ما نحبش انا كي اخي ربي خلقني كي نمشي انا نبدل نلبس شركه زعما باش يزن زين ولا نصبغ شعري ولا استيل. يقول لك الفنان هو إيه زادها بليت في في اللوك. نعرف اما انت سنس معناها اللي تبعك وكل شيء سنسه كانت يوسفي. انا يوسف مانيش يوسفي هاني عامل ضربه عليه بردلون. انا مو هكا ربي خلقني. خلقني ربي كان وقعد هكا برشا رابريت سانفارا سابغ نوردو سابغ هما هما اخوي انا نحترمهم ومانيش معناها سمارة زادة نعرف. اما انا انا معناها كشخص كشخص ما نجمش ندخل في صبيغه وشرك وترشني امبوسيبل. وحتى في لي ريمان خالد عمل بلوطه ما نعملش. معناتها باش نقول لك انه حتى مش رابر برك معناتها ينجم يكون فنان. نعرف انا هادي انسان نتاع ربي نسلي وكل شيء. نحب الابلالة لا شرك لا صبيغه لا حتى شيء. نحب روحي كيف انا يعني كيف ما خلقني ربي انا يعني نحجم ومحليني قلت انا نتاع ربي نصلي. يجيك واحد امام يقول لي الموسيقى حرام. هذا نعرف باش تسالوا صحيح. صحيح الموسيقى حرام. اما انا صحيح لي هي حرام اما انا قاعد نوظف فيها في حاجه به. مانيش قاعد نسب مانيش قاعد نشجع على حاجات خايبه مانيش قاعد مثلا نقول في الفاظ سوقيه. سامحني جاك امام قال لك موسيقى حرامه شنو ليه ما جانيش الحق من منين جبتي لي خرجتي لي جبنه الموسيقى خاطر هذيك هي عالم الكل يعرف اللي انا ما نفتيش فمش تفتي الحرام واضح والحلال واضح صحيح. انا ما نفتيش اما انا كيف نرى السيده فيروز تغني القدس نقول هذه تعمل في الحرام. هي انا حسب ما نعرف نقول هذه تعمل في الحرام. انا نعرفها حرام مش انا سمعني لاني انسان انا باش نحلل لا باش نحرم مانيش عالم يعني. اي معناتها جيت على خاطرك انت قلت لي انا نصلي ومن عامل قلت لك لما يجيك اليوم شيخ يقول لك بطل شو تقول له؟ مش نقول له حاجه شو تقول له؟ يجيك لا. انت يجيك شيخ انت في الصلاه وانت خارج يجيك شيخ يقول لك اجي لهنا يوسفي انت هادي ربي يهديك نسمع الاسم هاي بطل صحيح. اش تقول له؟ قول له ربي يغفر ويسامح. معناتها انا مانيش اسمعني نصلي صحيح واما نعيش ربي ذاك يعرف خاطر الايمان وكل شيء في القلب ماهوش في اللي اني انا نغني ولا اللي انا نعمل في معازف ودرشني فهمتني. خاطر انا حسب ما نعرف انا راني لاني امام لاني فما حد ينجم يحلل. انت تحضر تحضر اجابتك الحاجات كيما هكا على خاطر باش اكيد لازم تحضر اجابتك. انا اجابتي نعرف اللي ربي يغفر ويسامحك وشديد العقاب زاد اما نعرف اللي يغفر ويسامح ربي رحمن رحيم معناها ما عندناش فيها كلمه. ده محتاجك اليوم هاي لغني هبطت نهار 13 اكتوبر راني محتاجك اليوم هاي. انت من النوع اللي تقول لطفله راني محتاجك اليوم ولا ليه؟ هي علاش ليه يا اخي حرام يا اخي علاش تجاوب على اسئلتي باسئله؟ خاطر ما نعرفش في تونس كامله اي واحد مثلا علاش نقدر مربوطين بحاجات انه بشر يغني على فاز حب ولا حكايه زعما مرخوف فهمت الحكايه؟ اي وخاصه انك تقولها انا محتاجك اليوم يا اخي انا مش غني صحيح. هي وتعرف انه الجيل بتاعك للاسف خرج تصويت الراجل اللي القوي وكل شيء واللي اي صحيح حتى كيف يحب باش يحارب باش يوصل للحب بالنسبه لمحتاجك اليوم انا نجم نحتاج اي بشر. هي الغنايه مش مربوطه بطفله طفله زعما هي مربوطه برشا كل كلمه في الغنايه تحكي على حاجه. محتاجك اليوم انا نجم نحتاج ربي نجم نحتاج امي نجم نحتاج اختي نجم نحتاج خويا نجم نحتاج اي بشر في الدنيا. راني نسوفري حبيت نقول راني نسوفري وانت بيا ما حسيت. انا محتاجك اليوم كي نتفكر تشعل ناري اسمع شو نقول. معناتها قصة ومشاعر حسيتهم متاعك؟ حسيتهم اما زاد ساعات راهو الارتيست انا ارتيست ساعات الارتيست مثلا مش باللازم يحكي على هو شنو يحس صحيح. اللي فما حاجات تكتبهم حسيتهم اما انت ماكش باش تحس مثلا يعني برشا باش تبدا تحس 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 لين تغمق في الحكايه. هذه قصه حب ترجمتها وقت هي ماهيش قصه حب هي صحيح منها برشا مواضيع فيها قصه حب فيها اني نحكي تنجم مثلا الاغنيه هذيك تحكي على غيري تحكي مثلا واحد في الغربه. خليني معك انت سا باهي معايا انا هذه قصه حب عشتها بالحق ترجمتها كتبتها ولا لا؟ هذايا انا قلت لك هذه فيها قصه حب وفيها حاجه وين تخلية. القصه حب شنو الجمل اللي هما قصه حب شناي شنو الجمل اللي هما قصه حب
في الغنايه ما دينا ما نسيت بعد فريقك راني عييت. شكون اللي بعد فريقها عييت؟ شكون هذه هذه واحده معناتها مشيت عليك بعد فريقك راني عييت قلت لها هادي اسمعني هادي راني آه. انا ريتني كي نحكي راني آه. كيف نجم نحكي على روحي كيف نجم نحكي على غيري تي توا انت قلت لي اي الجمله هذيك فما جمله على قصه حب قلت لك انا قصه الحب هذه شنو هي الجمله اللي كتبتها قلت لي الجمله اللي كتبتها هي بعد فريقك راني عييت قلت لك انت معناتها الطفله هذه اللي انت حبيتها كيف آه. مشيت عليك تعيا شكون تتعب ليه مازلت معايا هي شكون قال لي هي مشيت اه رجعتها هاي سافرت هي مشيت ما نعرفش رجعتها فرنسا ايطاليا شكون قال لي انت وين مشيت راني محتاجك اليوم هاي هاي به هذا ستيلك اللي باش تبقى شدد فيه ده نجم نبدل انا قلت لك ارتيست مانيش مانيش مربوط بحاجه برك مانيش مربوط بلون هنا اي نجحت هادي اما انا شكون قال هذه نجحت بالنسبه مثلا 70% شكون قال انا كي نبدل ستيل نعمل ستيلات اخرين شكون قال نجح معناها ننجح بنسبه 100% هكاك هي الموسيقى موسيقى لازمك ديما تنوع ما تتربطش بستيل واحد اللي مبشر سي بون انه يكونسومي الحكايه ذيك الكل من بعد فهمت اما الجو هذا تنجم تطوروا اي نجم والنجم يمشي معك اكثر اي هو باش يقعد الجو هذا اما باش تتبدل فما حاجات باش تتبدل به مثلا طمع في العالي عملتها افرو مثلا زهر انساني ومحتاجك اليوم عملتهم تراب اللي جاي ما تعرفش عليها عادي نطلع لك بستيل مزود انا راني مهبول راه في امور موسيقى يوسفي طالع مليح على تيك توك اكثر ها اه نحسك تيك توكر اكثر منك ليه عليها تيك توكر اكثر معناتها اغنيتك اكثر على تيك توك ما يظهر معناتها ما يخرجوليش برشا على اليوتيوب قد ما تخرج على تيك توك اي صحيح اما شو انت هذه قصد معناتها كيفاه معناتها عامل مسبونسوريزي تيك توك عامل حاجه لا 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 تيك توك جست خدمه هكا نهبط فيه موزيكا خاطر فما عباد مثلا تلقى عنده تيك توك ما عندوش انستغرام آه. تلقى عنده انستغرام ما عندوش تيك توك انا هكا على الكل فيسبوك تيك توك على بعض اما برشا تيك توك برشا غنيتك على تيك توك عندك تفسير ولا ليه ما هذيك هي غنيه انا كيفاش نهبط انا مثلا باش نهبط لونسمون تاع غنيه نهبطها في الانستغرام فيسبوك تيك توك ونهبط اكستري في اليوتيوب الغنية ضربت محتاجك اليوم خاطر قاعد تشوف فيها برشا على التيك توك المدة هذه و الكليب وين صورته؟ في عند راه وعندنا الغنية هذه وفي نفس الوقت فما غنية أخرين باش هابطوا ولا ليه؟ هاي فاهم شو عندنا؟ والله فما عندي ميكس تيب حاضر فيه ست أغنيات إن شاء الله على خريف نبدأ نسيبه بالكعبة بالكعبة به اوكي به الفيتات عندك ولا ليه؟ عندي فيتيرينج وات مع شكون؟ عندي توا مبدئيا روتور مع كلاي تحيه لكلاي خويا ايه؟ روتور حاجه راب شنو جوها باش تكون راب اكثر ولا باش تكون افرو؟ افرو كوميرسيال اه كيف ريتو مثلا كلاي في على مولانا تيتر باش يعمل برشا فازيت في تونس انت شو تقول في الرفران؟ برضاي تربي والدي اي سينا حالينا ثنية يوسف يتكلم بالقديه اسقي الحروف احساس ما كاز لحظه برك الكرسي هذا ما فهمتش بيه بعد هي تقول كيفاه تقول من هون برضاي تربي والدي سينا حالينا ثنية نحارب وحدي من الهول على بالي باللي يقول ما تشوفوا دمعة عيني نخليها لكم وسيا سنديدو نفعك نقول شدتني تدي ما تقول الاغنيه وقت اشتاوت محلاها الاغنيه مازالت جست قاعدين نركحوا في الكلام والانستريو كل شيء وبعد ان شاء الله باش تعمل ان شاء الله به تسمع دي ما تقول معاك بخلف كلاي مكش قريب لحتى رابر اخر والله فما فما ما مازلنا تو مانيش انا طلع هادي كيفاش صحيح ما نتفاهم انا ورابيريت على على فيت فهمتني اما شنيا يعني كي نشوف سايه الخدمه تثبت وقتها نبدا نحكي مثلا ما نحبش نحكي على فيتيرينج وهي الخدمه مازالت مش مصبوبه مش خاطر انا كيف عرفتك عرفتكم ثلاثه انت وسلايدر وشارك ومعنا سكيح زاد به تمنيت انكم تتقابلوا في غنايه على خاطر اي موجود على خاطر سلايدر عمل غنايه محلاها من بعد ما عادش نلقاه صحيح وغادي مشكله معناتها ديجا عنده فازه باش تهبط على قريب وشارك مازال كي هابط عنده جمعة اي علاش مش مع بعضكم؟ بس كيف كيف نحنا ما فما والله فما
نحن اش قاعدين نخدموا تاو قاعدين كيف نقولوا نحن نهبطوا في الموزيكات سولو اللي باش فهمتني اللي باش تتعرف بالارتيست. ومن بعد هيك فما برشا في تيرينغويت شال في تري به اكرم ونوردو حلوا الباب قدام الشيء اللي تعمل فيه. كيفاه معناها حلوا الباب؟ معناتها اكرم خدم برشا على الاغنيه المغاربيه، خدم على الجو اللي تعمل فيه. هاي صحيح، ها قلتها اغنيه مغاربيه، معناها فما ناس قبلهم حلت الباب. انت ودنك ما سمعتش اكرم معك؟ ليه ما ننكر سمعت رابيرات الكل، حتى رابير عنده واحد ابوني. ما قلتش هدايا اخي يخدم في حاجه باهيه؟ شناهي اخي رابيرات الكل قاعد تخدم في حاجات باهيه، اما انا قاعد نجبد من عباد اخرى، ما نجبدش معناها من انسان معين. فهمتني؟ فهمتش بها واش نفهم. انا انسان كيف نقولوا نحن ما نتشبه بحد وما يشبه لي حد. قلتك تشبه اي نعرف. فما ناس جيت خدمة تو مثلا ريت اكرم ماك مثلا لما عمل اللون هذايا بدوا يسبوا فيه برشا ناس ويقولوا له انت تعمل في الراي وتعمل فيه، وقعد هو هز الحمل نتاع الشيء هذايا. اي صحيح، لدرجه انك اليوم معناتها كيف انت تجيك حتى كان يجيك شويه تعليق خايبه انك هاك تعمل في الراي وكل شيء، الحمل الكبير هزه اكرم ماك. صحيح، اما ريت تعملش تو راب اللي هم يسبوكش ويسبوك اي حاجه باش تعملها تو في العالم الكل راه باش يسبوك. فما كل اما مش كل راه يسبوه، فما كزوز ثلاثه ذوكم يكتب لك 10 كومنتات من شينات اخرين، فهمت؟ يبدا يسب فيك هو واحد بركه راه هذيك. انا راني اسمعني، انا واحد من الناس نقبل النقد. انا لنهار سبيت واحد، لنهار وصلت واحد بايب فهمتني، واللي قاعد يسب في محل ما جاني حتى ولا حد الان سب تفهم فيا. اما عادي انا اخي يا اخوي يحب يعطي رايه، مثلا ما عجبتوش حاجه ما يسالش، يقول ما هي الحاجه هذيك مثلا ما عجبتنيش. اي نعمل شويه راب، نعمل الراب انا حاسس لك. يعطينا مراده. كترال الدهدة وتعيط بلاد الزوني، حبوك بهيمة قصير تخدم معهم كالجابوني، رجل نقدر راجل من الصغرى ناس يعرفوني، بدع على غيس صاحبي ما تبتش عندام، دولة اللي باعت الفكرة وشرت البهامة، بلاد اللي مسكت مخه ومخدم مجامة، بهيمك يا تونس كالكلب حبوني كل فلاق معاهم ندور بمقروني، تونس كترال الدهدة وتعيط بلاد الزوني، حبوك بهيمة قصير تخدم معهم كالجابوني، رجل نقدر راجل من الصغرى ناس يعرفوني، بدع على غيس صاحبي ما تبتش عندام، دولة اللي بعت الفكرة وشرت البهامة، بندم اللي مسكت مخه ومخدم الجامة، بهيمك يا تونس كالكلب اللي بلاش كمامة. اي تونس كريتا واللي بهيمي قد في القفلة، في بلاد فيها السيد ولكن نعجة جفلة، الشيخة تغلط وتورط لمخخ الغفلة، عبادة تلزك وتحزن لقلوب الحفلة، نعرف هوني المليان مي قرباش، تريقد لما تتلحلم دولة ما تشجعش، زاد مع الغابة حرب في ذبوعة ما تشبعش، ديما القدام اي ولتيلي ما نرجعش. اي اي يزي تحت. دونك الالبوم قاعد يحضر في نفس الوقت قالوا لي مغروم بالتمثيل. اي صحيح، معناتها النجم ونهار تمشي تعدي كاستينج. اي مثلا مغروم على الاخر بالتمثيل. اسمعني راني نمثل انا هادي تفهم فيا، نمثل مش رمال. اما شنيا كل واحد فرصته في الحياه. مثلت عليا اللي اليوم برشا انا ليه ما. انا نمثل على والله تصدق في الدنيا ما نمثلش برشا على العبيد. كي تقول انا نمثل كيفاش عرفت روحك انت تمثل؟ نمثل انا مثلا كي تحط في موقف دركي فيه نمثل. التمثيل هو الكذب الصادق. صحيح، الكذب الابيض. دوك انت كذب. ريت كيفيه تاو. طيب معناتها كي تقول انا كنت حط في مواقف نولي نمثل اش معناتها؟ ايه مش معناه اللي يمثل كذاب، معناه اللي يمثل كل كي يكذبه. اللي يمثل عليا يكذب عليا. يا اخويا انا مانيش كذاب اما ممثل. حطيتني فيه. باهي دونك اذا فما مثلا توا مثلا سوسن نجمني عامله كاستينج. هاي. نجم تمشي لسوسن. هاي ديجا باش نعطي. باش تمشي؟ هاك الكاميرا نتاعك غادي قول لها وجه لها رساله معناتها، قول لها مثلا توا نعدي الكاستينج، قدم روحك قول لها. قال يا سوسن راني ممثل مش نورمال، راني نعرف نمثل
راني قدم روحك انا اسمي وقدش عمري وكل شيء. انا هادي يوسفي عمري 23 سنه. يا سوسن راني انا يا سوسن راني انا هادي يوسفي فنان عمري 23 سنه نحب نجرب حظي في التمثيل. لما حال عندي حشمه ما نجم نحي على خاطرك ونعمل رول مش نورمال حسيلو نوقف لهم خاخهم الكل مش نورمال حسيلو وين هكا خذوني تربحيني بتبيع خذيني تربحيني تبيعيني تخسريني به يعطيك صحة هادي ميرسي بوكو نشكرك برشا نتمنى لك النجاح والتوفيق خويا وان شاء الله الالبوم نتاعك يلقى نفس النجاح ان شاء الله ان شاء الله وشد الصنيع عاجبني ان شاء الله يا رب يخليك عندي ديديكاس اي ديديكاس دي نحب نعمل ديديكاس مونام دي ام سي ساعد بابا وامي ولاد حومتي حال خضرة مونام دي ام سي امين ماجري لويس جماعة ديجيتال سكون سادوك غاستون نحب نعمل عندي ديديكاس ولاد الاخرين عندك عقرة محمد بوسيلمي ترانسيكون دراب عندك احمد موسلي عندك ري احمد عندك سلام ننسى حد رحمه كاردون اللي مثلت معي في الكليب الاولاد اللي معي في البروديكسيون الكل والتونس كامله والجزائر وليبيا والمغرب وعلى بعض الجمله والله ان شاء الله ما نسيت بالله اللي نسيته برسمكم يسامحوني اي وود البحري وحمزه وكل حاصيل ودالي وحاصيل على بعض ومليك كلهم حاصيل مليك شكون مليك حامف معنا ذي التشكيل آه يا بيه برشا برشا بيه شكرا هادي شكرا لكل الفريق